السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. خلصنا خلال الثلاث حلقات اللي فاتوا كلامنا عن الهستامين والهستامين انتاجونست، وكده ندي الهستامين الختم بتاعنا ونشوف تاني موضوع معانا في الاوتاكويدز. فكلامنا النهارده عن السيروتونين، وده هرمون مهم جدا لازم تبقى عارف تأثيراته على الجسم من دلوقتي، لان هتقابلنا الأدوية اللي شغلها انها تزود كمية السيروتونين او بتشتغل على الريسبتور بتاعه، فما تستهترش في موضوع السيروتونين لانها حاجة أساسية وهنرجع له كتير. مش عايز اضيع وقت كتير في المقدمة، ويلا اديني تركيزك الكام دقيقة دول وبينا نبدأ الحلقة. بسم الله، نبدا حديثنا عن السيروتونين بشويه معلومات عامه بنفسرها قدام اكتر. اولا السيروتونين اسمه الكيميائي هو 5 هيدروكسي تريبتامين، واختصاره 5HT، وده عباره عن مونوامين نيورو ترانسميتر بينتج من عمليه ديكربوكسيليشن لامينو اسيد اسمه تريبتوفان. فزي ما واضح من الرسمه، ال L تريبتوفان بيحصل له اكسيديشن في بوزيشن رقم 5 فبيتحول لل 5 هيدروكسي L تريبتوفان، اللي بيحصل له بعد كده ديكربوكسيليشن فيتحول لل 5 هيدروكسي تريبتامين اللي هو السيروتونين. وبنقول مونوامين علشان المركب مفهوش غير مجموعة أمين واحدة زي ما انت شايف كده. تمام، السيروتونين هنعرف دلوقتي انه لوكال هرمون موجود في الجد، ليه دور مهم جدا في الكوليتينج بروسيس، وكمان مهم وبيلعب دور اساسي في علاج الصداع النصفي، وفي حالات تانية هنعرفها سوا دلوقتي. تانية حاجة هنعرفها هي بعد ما السيروتونين بيتصنع الجسم بيخزنه بسرعة علشان ما يتكسرش. فتعال نشوف الاماكن اللي بيتخزن فيها السيروتونين في الجسم، وبعدها نشوف ازاي الجسم بيعمل له ان اكتيفيشن اساسا. تمام، بيتخزن 90% من السيروتونين اللي موجود في جسمنا في الانتيرو كروموفيل لايك سيلز اللي موجودة في الفاندس اوف ذا ستومك اللي قلنا قبل كده اللي بيتخزن فيها الهستامين. النهارده عرفنا ان بيتخزن فيها 90% من كميه السيروتونين بتاعه جسمنا، لان السيروتونين هنا وظيفته انه ينظم حركه الامعاء. تاني مكان موجود فيه السيروتونين هو البلد، موجود في الصفائح الدمويه، وظيفته هنا انه يعمل فازو كونستريكشن اول ما الشخص يتجرح فيقلل من خروج الدم والنزيف، فده بيساعد في البلد كلوتينج. وتالت مكان بيتخزن فيه السيروتونين هو البرين في نيورونز اسمها سيروتونيرجيك نيورون، اي ان النيورون دي النيورو ترانسميتر بتاعتها هو السيروتونين. هنعرف دلوقتي ان النيورونز دي بتلعب دور مهم جدا في تظبيط المود والنوم والشهيه ودرجه حراره الجسم وضغط الدم، وبتاثر في الفوميتنج. وهنعرف ان السيروتونين ليه دور برضو في بعض الامراض زي الدبريشن والانكزايتي والمايجرين، بس اركن الحاجات دي مش هنعرفها بالتفصيل الا في مكانها. هناخد خلال حلقه النهارده الوظائف المهمه للسيروتونين، مش في كل وظيفه بقى هنتعمق فيها لان الموضوع بيبقى كبير قوي. كده احنا عرفنا التلات اماكن اللي موجود فيهم السيروتونين، تعال بقى نشوف ازاي بيحصل ان اكتيفيشن للسيروتونين. في حاله ان السيروتونين ما اتخزنش هيتكسر بالماو، واحنا عارفين ان الماو ده اختصار لمونو امين اوكسيديز انزيم، يعني الانزيم اللي بيكسر المونو امينز. فلما ال5 هيدروكسي تريبتامين الماو يكسره هيحوله لمركب اسمه 5 هيدروكسي اندول اسيتالدهايد، اللي بعد كده بيحصل له اوكسيديشن بالالدهايد دي هيدروجينيز علشان يدينا الصوره اللي هتخرج في اليورين واللي هي 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. ويا ريت تبقى عارف اختصار المركب ده، مهم قوي تعرف ان كميه ال5 اتش اي 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 في اليورين المفروض تبقى ما بين 2 ل 7 ملي جرام بردي، لان لو زاد عن 7 ده بيدل عن وجود نوع من الكانسر اسمه كارسينويد تيومرز، وده نوع من انواع الكانسر اللي هتقابلنا قدام. عشان كده لازم تبقى عارف ال5 اتش اي 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 لاننا احنا بنستخدمه في تشخيص الكارسينويد تيومر. تمام جدا، وده بالنسبه للان اكتيفيشن. قبل ما نخش على الميكانيزم اوف اكشن خلينا نشوف علاقه السيروتونين بهرمون مهم جدا في جسمنا اللي اسمه ميلاتونين. نفس كده عن الهرمون اللي بنقول عنه مهم جدا ده، الهرمون ده بيتصنع في البينايل جلاند، بيتصنع من السيروتونين، يعني بيكون السيروتونين هو البريكورسر بتاعه. واشهر معلومه معروفه عن الميلاتونين هو انه الساعه البيولوجيه بتاعت الجسم، يعني هو اللي مسؤول عن تنظيم يومك. ليه بننام بالليل وبنصحى الصبح؟ علشان الميلاتونين هرمون. وليه لما بنيجي نشقلب يومنا مثلا اللي شغالين نايت شيفت لما يجوا يبقى عايزين يناموا بالليل ويظبطوا يومهم ما بيعرفوش وبيفضل صاحي زي ما هو متعود؟ طبعا علشان الميلاتونين هرمون، لان ده الساعه البيولوجيه بتاعت جسمك، فبتاخد حوالي 3 ايام ولا حاجه علشان ترجع ليومك الطبيعي. علشان جسمك يصنع الميلاتونين لازم تكون نايم في اوضه ضلمه، لان التصنيع بيحصل له انهيبيشن بالضوء، فلازم يا شباب ننام بالليل محدش يقلب يومه، لان الميلاتونين مش بس مسؤول عن تنظيم نومك، لا ده كمان بيمنع امراض كتيره جدا لانه بيزود المناعه بتاعت جسمك، وكمان بيحميك من الكانسر. وحتى لما نيجي ندرس الكانسر هقول لك من الريسك فاكتورز لحدوث الكانسر هيكون النايت شيفت وورك واحد منهم، لان ده واحد مبوظ ساعته البيولوجيه، الميلاتونين عنده ناقص. ده غير ان الميلاتونين كمان بيحافظ على وزن الجسم وليه وظايف تانيه كتير هنتعرف عليها في جزء الاندوكراين مش هنا. فاللي عايز اقوله علشان جبنا
جبنا سيره الميلاتونين هو ان لازم السيروتونين ما يقلش في الجسم، ونحاول ناخد مصادر متنوعه للسيروتونين. فمن الحاجات الغنيه بالسيروتونين زي الكيوي والموز والاناناس والطماطم والخوخ. ابسط حاجه هي الطماطم، حاول تاكل حتى على الاقل سلطه كل يوم، وتنام وانت قافل كل انوار الاوضه علشان الميلاتونين ما ينقصش في جسمك. تمام، نرجع بقى للميكانيزم اوف اكشن بتاعت السيروتونين. هنلاقي ان في 7 انواع من السيروتونين ريسبتور مترقمين من 5HT1 ل5HT7. مش هدوشك باماكنهم ووظائفهم كلهم لان معظمهم مش معروف وظيفته ايه، فهنقول بس اللي متاكدين منه واحنا بنشرح الفارماكولوجيكال اكشن. بس عايزك تعرف ان السبع انواع كلهم بالسب تايبز بتاعتهم كلهم كابلد بجي بروتين ما عدا ريسبتور واحد واللي هو 5HT3. ال5HT3 ده عباره عن صوديوم بوتاسيوم ايون شانل زي نيكوتينيك ريسبتور لو فاكر، او زي جابا اي ريسبتور. والجابا اي ريسبتور ده هنشوفه في جزء السي ان اس ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الفارماكو داينامكس علشان نفهم بقى السيروتونين واهميته، ومنه هنعرف الاستخدامات والسايد افكت، فما تفوتش كلمه غير لما تكون فاهمها. نبدا بالنيرفس سيستم، واول حاجه فيه هو البرين. هنلاقي السيروتونين موجود في اماكن مختلفه في البرين مسؤول عن تنظيم حاجات كتيره في الجسم، وهما المود والابيتايت والسليب والكوجنيشن الادراك والسنسوري بيرسبشن والموتور اكتيفيتي والتمبريتشر ريجوليشن والسيكشوال بيهيفير اند هرمون سيكريشن. وفي النهايات العصبيه بيعمل زي الهستامين في انه بوتنت ستيمولانت للبين والايتشنج سنسوري نيرف اندنج، اي بتحس بالم وانك عايز تهرش في المكان ده. وفي البريفيرال نيرفس سيستم في نوعين بس من الريسبتور معلش تعرفهم. اول واحد ال 5HT3 اللي هو كابل بصوديوم بوتاسيوم ايون شانل، ده ليه دور مهم جدا في الجي اي تي والفوميتنج سنتر. وال 5HT4 ريسبتور في الانتريك نيرفس سيستم اللي هي النيورونز اللي بتتحكم في حركه الامعاء. تأثير السيروتونين اللي بعد كده هو في اللنج. هنا هنلاقي السيروتونين بيعمل حاجتين، اول حاجه ان ليه تاثير ضعيف كدايركت ستيمولانت للبرونكايال سموث ماسلز عن طريق شغله على الريسبتور 5HT2A، وده سب تايب من ال 5HT2 ريسبتور موجود في اللنج. كمان السيروتونين بيعمل هايبر فنتيليشن، اما نتيجه انه هيعمل ستيمولايشن للكيمو ريسبتور ريفلكس اللي هو الريفلكس اللي بيجي من البرين علشان يظبط الكاردياك اوت بوت والبريسنج والبلاد فلو زي البارو ريسبتور ريفلكس كده. فمثلا ده بيظبط البي اتش بتاع الدم كمية الاكسجين. على سبيل المثال عشان تعرف وظيفته، ان لما يبقى فيه اكسجين قليل او البي اتش قليل الكيمو ريسبتور هيتحفز وتيجي الاشارات من فوق في البرين لللنج انها تعمل هايبر فنتيليشن سرعه في التنفس علشان تخرج ثاني اكسيد الكربون وتدخل الاكسجين. طبعا ثاني اكسيد الكربون لما بيخرج البي اتش بيتظبط. وعلى فكره الكيمو ريسبتور انت تدرسها في اول سنه ليك في طب او صيدله، فالمعلومه قديمه ما تتخضش. وتاني حاجه بتسبب هايبر فنتيليشن ان السيروتونين هيعمل ستيميوليشن للسنسوري نيورون الخاص بالبرونكاي فيحصل هايبر فنتيليشن برضه. نيجي لتأثير السيروتونين على الجي اي تي. هنلاقي ان السيروتونين باورفول ستيمولانت للجي اي تي سموث ماسلز، وبالتالي بيزود التون وبيسرع البريستاليسيز اي حركه الامعاء، وده من خلال شغله على 5HT2 ريسبتور. كمان لما يشتغل على 5HT4 اللي موجوده في الانتريك نيرفس سيستم اللي قلناه من شويه، ده هيزود افراز الاستايل كولين اللي عارفين انه بيزود الموتيليتي بتاعت الامعاء، والتاثير ده اسمه بروكاينيتيك افكت، اي بيزود الموتيليتي يعني. واعرف المصطلح ده هنستخدمه كتير. تمام جدا، تاثير السيروتونين اللي بعد كده وعلى كاردياك فاسكولار سيستم. هنلاقي ان السيروتونين ليه دايركت ستيميوليشن للفاسكولار سموث ماسلز، فبيعمل فازو كونستريكشن، وده من خلال ال 5HT2A ريسبتور. وحط في بالك بقى انه بيعمل باورفول فازو كونستريكشن للاوعيه الدمويه بتاعت جسمنا كلها ما عدا اللي موجوده في السكيلتال مسل وبتاعه القلب، هيعمل فيها فازو دايليتيشن. خلي بالك من الحته دي، في رسمه هنرسمها دلوقتي هتفهمك الحته دي اكتر. تمام، ده تاثيره على الاوعيه. السيروتونين بيعمل بليتلت اجريجيشن برضه نتيجه لشغله على ال 5HT2A، فعلشان كده قلنا انه ليه دور في تكوين الجلطه كلوتينج بروسيس. تمام، الافكت اللي بعد كده ان السيروتونين لما يشتغل على ال 5HT3 الريسبتور اللي موجوده في الافرنت فيجال نيرف هيحصل الكيمو ريسبتور ريفلكس اللي قلنا عليه، وهيقلل شغل القلب، بيحصل بريديكارديا وهايبوتنشن وديكريز للكاردياك اوتبوت. وعلشان تفهم بقى هو ايه اللي بيحصل في الجسم بالظبط، قلنا من شويه في فازو كونستريكشن في الاوعيه، فده يدل ان الضغط هيزيد، وقلت برضو ان في فازو دايليتيشن في السموث ماسلز، فده يدل ان الضغط هيقل. وقلت دلوقتي هيحصل بريديكارديا وهايبوتنشن نتيجه للكيمو ريسبتور ريفلكس. طب ايه اللي بيحصل في الجسم بالظبط من الثلاث حاجات دول؟ بص كده على الشرط ده. الشرط ده اسمه ترايفيزيك بلاد بريشر ريسبونس اوف سيروتونين. كل اللي عملناه علشان نرسم الشرط ده ان احنا جبنا فار وحقناه سيروتونين وكل شويه نقيس ضغطه، فلاحظنا الاتي. اول حاجه بتحصل الكيمو ريسبتور ريسبونس، انه هيتسبب في زياده شغل الباراسمباثيك على القلب، فالهارت ريت والكارديك اوتبوت
هيقله فضغط الدم هيقل. فهنلاحظ ان الكيرف نزل تحت اهو، ده اول ريسبونس. بعد شويه بقى هيبدا تاثير الفازو كونستريكشن لحد ما يعلي ضغط الدم لدرجه اعلى من النورمال بكتير، لان السيروتونين بيعمل باورفول فازو كونستريكشن. وهنلاحظ الريسبونس الثاني ان الكيرف عالي. بعد شويه بقى الفازو دايليتيشن اللي بيحصل في السكيليتال ماسل تاثيرها بيبان، ونظرا لان السكيليتال ماسل جسمنا كله تقريبا فده كفيل انه يقلل ضغط الدم، فيظهر الريسبونس الثالث ده، وده ترايفيزيك بلاد بريشر ريسبونس اوف سيروتونين. اتمنى تكون وصلت لك المعلومه دي. اخر حاجه عايزين نعرفها عن السيروتونين قبل ما نتكلم عن السيروتونين ريسبتور اجونست وانتاجونست هو سندروم اسمها سيروتونين سندروم. من اسمها انت فهمت ان الجسم فيه سيروتونين كتير جدا، ودي حاله من السكيليتال ماسل كونتراكشن بتحصل لما اخد ادويه الماء وانهيبيتورز فهتمنع تكسير السيروتونين. باخدها مع ادويه ثانيه بتعالج الاكتئاب اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، ودي ادويه بتقفل الري ابتيك بتاع السيروتونين في الجسم وخصوصا في البرين، فالسيروتونين يزيد ويعالج الاكتئاب لان ليه دور في تحسين المود هنعرفه في السي ان اس لما نتكلم عن الاكتئاب. المهم دلوقتي عايزك تعرف لما اخد الماء وانهيبيتورز مع المجموعه دي كده السيروتونين هيزيد جدا في الجسم. ومن اهم السيمبتومز اللي بتظهر هي هايبرتنشن واجيتيشن ومينتال كونفيوجن وهايبرثيرميا، لاننا قلنا انه بينظم كل ده في الاول، وبيحصل دياريه نتيجه للبروكاينيتيك افكت الشديد اللي بينتج من تاثير السيروتونين، فمفيش حاجه بتقعد في الامعاء كله بينزل. وكمان بيحصل تريمورز ومصل ريجيديتي نتيجه للكونتراكشن الكتيره، فالاعراض دي كلها اسمها سيروتونين سندروم. كده يعتبر خلصنا كلامنا عن السيروتونين. نشوف بقى الادويه اللي شغاله اجونست وانتاجونست على الريسبتورز بتاعت السيروتونين. نبدا بالسيروتونين اجونست، واول واحد معانا هو الباسبايرون، وده دواء سيلكتيف ل 5HT1A ريسبتور، عباره عن انتي انكزايتي ايجنت، من احد الادويه اللي بتستخدم في علاج القلق، وهنشوفه تاني لما نتكلم عن الانكزايتي في السي ان اس. استخدامه الاساسي هو في جنراليزد انكزايتي ديس اوردر الشورت تيرم انكزايتي. خلينا نشوف الدواء ده جرعاته بتتاخد ازاي. الباسبايرون هو من الادويه اللي لازم جرعته تزيد تدريجيا علشان نخفف شويه من السايد افكت بتاعته. فنبدا بجرعه 5 مللي جرام 3 مرات في اول يوم، يعني حوالي 15 مللي جرام توتال بتاع اول يوم، ومن تاني يوم بنبدا نزود الجرعه شويه، فبياخد مينتيننس دوز بتبقى من 20 ل 60 مللي جرام متقسمين على اليوم كله، بحيث يكون الماكسيمم دوز بعد كده هو 60 مللي جرام في اليوم. يبقى لازم الجرعه كل يوم تزيد شويه لحد ما توصل 60 مللي جرام في اليوم، وده اقصى حاجه ليك. بنعمل كده عشان نقلل من السايد افكت، زي مثلا ان هي بتعمل ديزينس، دوخه ونوزيا وهيديك ونيرفسنس واكسايتمنت. والكونتر انديكيشن للبيسبايرون هو اكيد مع الماو انهيبيتورز، لانها ممكن تدخل الشخص في سيروتونين سندروم، علشان الانديجينوس اجنست هيزيد اللي هو السيروتونين ويشتغل مع البيسبايرون على الريسبتور، فده خطر جدا هيعرضنا لسيروتونين سندروم. وده كل حاجه تخص البيسبايرون. تمام، تاني دواء معانا اجونست، وهو مش دواء لا، دي عيله اسمها التريبتانز فاميلي، ودي بتضم الادويه التاليه: سوماتريبتان، زولميتريبتان، رايزاتريبتان، نارتاتريبتان، إليتريبتان، الموتريبتان، وفروفاتريبتان. العيله دي تتسمى بتريبتانز فاميلي، وتسموا بتريبتانز فاميلي لانهم كلهم فيهم تريبتامين. الادويه دي بدا استخدامها في التسعينات، المميز فيهم انهم سيلكتيف اجونست فور 5 هيدروكسي تريبتامين 1 بي اند 5 هيدروكسي تريبتامين 1 دي ريسبتورز. كمان اول ما اجيب سيره التريبتانز امسك دماغك، ده هيفكرك انهم بيستخدموا في المايجرين وكلاستر هيديكس، حتى ان التريبتانز هم الفيرست لاين ثيرابي لعلاج المدرت تو سيفير مايجرين، وممكن استخدمهم من مايل تو مدرت مايجرين في حاله ان المسكنات العاديه مش جايبه نتيجه. وعلشان تفهم ازاي بيعالج المايجرين لازم تعرف نبذه صغيره كده عن ازاي بيحصل اصلا الصداع النصفي. هو في كذا نظريه اتكلمت عنه، بس اشهرهم اللي بتقول بيحصل صداع نصفي لما يبقى في فازو كونستريكشن في الاوعيه الدمويه يليها فازو دايليتيشن. الفازو دايليتيشن اللي بيحصل ده بيبقى من احد اسبابه زياده افراز مواد اسمها فازو دايليتنج بيبتايد، هنشوفهم كمان حلقتين، اهمهم الكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد. سيبك من ده كله، المهم انا عايزك تعرف اللي هو بيحصل فازو كونستريكشن يليه فازو دايليتيشن، ده سبب حدوث المايجرين. تعالى بقى نشوف الميكانيزم اللي التريبتانز بتعالج بيه الصداع النصفي، وهو نظرا لانهم سيلكتيف اجونست فور 5HT1B اند 5HT1D ريسبتورز هيعملوا حاجتين. اول حاجه انهم هيمنعوا الريليز بتاع الفازو دايليتنج بيبتايد، وخصوصا اللي لسه قايلين عليه اللي هو الكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد، تمام. وتاني حاجه انهم هيعملوا فازو كونستريكشن في الاوعيه بتاعه البرين، وبكده بيعالجوا الصداع النصفي، انهم هيمنعوا حدوث الفازو دايليتيشن، كمان هيعملوا فازو كونستريكشن. ده بيحصل لما يمسكوا في الريسبتور
الفيكتورز دي. وعلشان هم بيعملوا فازو كونستريكشن، الادويه دي كونترا انديكيتد عند الناس اللي عندهم كرونيك ارتري ديزيز، لانها ممكن تعمل فازو سباز في الشريان التاجي. خد بالك ان ممكن يحصل مع الادويه دي سيروتونين سندروم لو خدنا الادويه دي مع الحاجات اللي بتزود السيروتونين، سواء كان ماو انهبيتورز او سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، او ادويه تانية مش سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور اسمهم تراي سايكليك انتي ديبريسنت. ليه تراي سايكليك انتي ديبريسنت دي بتعمل ايه؟ اقول لك انا، تراي سايكليك انتي ديبريسنت دي من اسمها كده انت عرفت اللي هي عباره عن ثلاث حلقات تراي سايكليك. الادويه دي بتعمل انهيبيشن للري ابتيك بتاع السيروتونين والنور ابينفرين، بيمنع دخولها للنيرف اندنج تاني، وبالتالي بيزيد كل من السيروتونين والنور ابينفرين في السيناب، وبالتالي شغلهم بيزيد. انا مش عايز التفاصيل دي دلوقتي، بس اعرف ان الثلاثه اللي قدامنا دول ما ينفعش نستخدمهم مع التريبتينز لان هنبقى عرضه للسيروتونين سيندروم. تمام جدا. من الحاجات المهمه تعرفها عنهم انهم بيتاخدوا اورالي. اول واحد اكتشفناه فيهم هو السوماتريبتان، وده موجود منه نوزل سبكيوتينيوس وريكتال بريباريشن. الزولميتريبتان متوفر برضه في صوره نوزل بريباريشن، بس كده مش عايزين نعرف حاجه تانية على التريبتانز. الدواء اللي بعد كده اسمه تيجاسيرود. الدواء ده شغال بارشال اجونست على 5HT4 5 هيدروكسي تريبتامين 4 ريسبتور. اتمنى انك تكون عرفت هيعمل ايه لما يشتغل على الريسبتور ده، لسه قايلينها من شويه. ايوه هيحفز الانتريك نيرفس سيستم فيزود حركه الامعاء، علشان كده بيستخدم في مرض اسمه الريتابول باول سندروم اللي بيبقى مصحوب بكونستيبيشن امساك. خلي بالك لازم تكون عارف مصحوب بايه، لان الريتابول باول سندروم يا اما بيبقى مصحوب بكونستيبيشن او مصحوب بدايارية. لازم تبقى عارف يعني هو لو الريتابول باول سندروم اللي مصحوب بدايارية ما ينفعش تدي الادويه دي، لان الادويه دي اصلا هتعمل دايارية لانها بتزود حركه الامعاء. دي معلومة لازم تاخد بالك منها، يعني لو جالك الاختصار IBS-C تعرف اللي ده صح، انما لو IBS-D تعرف اللي دي غلط. اخر معلومه هنعرفها عن الدواء ده انه اتسحب من السوق سنه 2007 لان الFDA وجدت انه بيزود الريسك للهارت اتاك والستروك، فمش عايزين نعرف عنه اكتر من كده. الدواء اللي بعد كده اسمه سيسابرايد. اسمه ايه تاني؟ سيسابرايد. المميز في الدواء ده انه بيطلق عليه اسم جاستو بروكينيتيك ايجنت، يعني بيزود الجي اي تي موتيليتي. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل دايركتلي على السيروتونين 5 اتش تي 4 وغير مباشر عن طريق انه بيزود خروج الاستايل كولين اي لي باراسمباسوميميتيك اكتيفيتي. الدواء ده بيستخدم في علاج الجيرد اللي هي جاسترو اسفجاس ريفلكس ديزيز اللي شفناه مع الهستامين. اخر حاجه تعرفها عنه انه اتسحب وما عادش موجود في معظم الدول، وده مش بقرار من الاف دي اي، ده قرار الدول نفسها لانهم وجدوا انه بيعمل نوع من الاريزميا اسمه لونج كيو تي انترفال، وما دام مش من الاف دي اي يبقى اسمها فولنتري وذدرول. تمام، نيجي بقى لاخر دواء شغال اجونست هو الموسابرايد. الدواء ده انا شفته مكتوب في روشتات كتيره جدا، واخيرا جه الوقت اللي احنا نشرحه سوا. الميكانيزم بتاعه بالظبط زي السيزابرايد، حتى الاثنين بينتهوا بمقطع برايد، بس ده استخداماته اكتر. بيستخدم في الجاسترايتس وفي الجيرد والفانكشنال ديسبيبسيا وفي الاريتابول باول سندروم اللي مصحوبه بالكونستيبيشن برضو. الدواء ده متوفر في دول قليله بس موجود في مصر. الدواء ده متوفر وما اتسحبش علشان بيقولوا انه ما بيعملش كيو تي برولونجيش زي اللي فات. بس نخلي بالنا من نقطه مهمه، لو اتاخد معاه ليفر مايكروزومال انزيم انهبيترز زي اريثرومايسين والسيميتيدين وغيرهم ساعتها يحصل كيو تي برولونجيشن اكيد، فاهم؟ يعني هي دي، يعني لو اتاخد مع اريثرومايسين ساعتها هيحصل كيو تي برولونجيشن، من غير اريثرومايسين مش هيعمل، علشان كده لسه بنستخدمه. تمام جدا. ننقل بقى على الانتاجونست للسيروتونين ريسبتورز. اول دوائين هنا هما دوائين خدناهم قبل كده اللي هو فينوكسي بنزاماين اللي هو نون سيلكتيف ايريفيرسيبل الفا بلوكر. الدواء ده ليه برضو تاثير مستمر وطويل لو بيقفل ال 5 اتش تي 2 اي ريسبتور، وبيستخدم في علاج الكارسينويد تيومر اللي قلنا انه بيبقى فيه زياده في افراز السيروتونين اللي جبنا سيرته اول الحلقه. والدواء الثاني هو خدناه الحلقه اللي فاتت اللي اسمه سيبروهيبتادين، كان من ضمن الادويه اللي بتقفل اتش 1، والنهارده بنعرف انه بيقفل برضو 5 اتش تي 2 ريسبتور بالاضافه للانتي هيستامينيك اكشن الخاص بيه، فبيستخدم في المودريت تو سيفير سيروتونين سندروم وفي الكارسينويد تيومر، وكمان بيستخدم كفاتح للشهيه وكمايجرين بروفيلاكسيس. تمام، الادويه الجديده بتاعت النهارده بقى واللي هم شغلهم بس اللي هم انتاجونست على السيروتونين ريسبتور، اول واحد هو البيزوتايفين، وممكن نقول عليه بيزوتايلين. الدواء ده مش سيلكتيف لانه شغال بلوكر على 5 اتش تي 2 اي و 5 اتش تي 2 سي، وبالاضافه انه ليه اكتيفيتي كانتي هيستامين، حتى انه بيعمل سيديشن وشغال برضه كانتي كولينرجيك، فبنلاقيه بيعمل دراي ماوس وديزنس. كان بيستخدم في انه بيمنع صداع، ده الاستخدامات المصرح بيها. ليه اوف ليبل ذا يوز؟ هو انه فاتح للشهيه علشان شغال على السيروتونين ريسبتور،
والدواء ده مسحوب من مصر سنة 2012، والسبب بسيط جدا، علشان العلبة بتاعته مكتوب عليها فاتح للشهية، وده اوف ليبل ديوز. عارف لو كان مكتوب عليه للصداع النصفي كان زمانه موجود لسه. السايد افكت بتاعته انه بيزود الوزن لانه بيفتح الشهية، وليه سيديشن افكت لانه بيقفل الهستامين ريسبتور، وبيعمل دراي ماوس ودراوسنس نتيجة للايه؟ لانتي كولينرجيك افكت بتاعه. حلو جدا، تعالوا نشوف الدواء اللي بعد كده وهو الكيتانسرين. الدواء ده شغال انتاجونست على 5HT2 اللي في السموث ماسل وفي الصفائح الدموية، بيمنع البليتلت اجريجيشن وكمان بيقفل الفا ريسبتور، فهنلاقيه بيستخدم كانتي هايبرتنسيف دراج لانه هيمنع الفازوكونستريكشن اللي بتحصل لما الاجونست بيمسك في الفا ريسبتور، فبيستخدم كانتي هايبرتنسيف دراج. ومن المعلومات الغريبه عن الدواء ده انهم وجدوا انه لما يستخدم توبيكالي في صوره جل في علاج الشق الشرجي الانال فيشر بيبقى فعال بنسبه 90% وامن بنسبه 100%، والمعلومه دي لازم تبقى عندك لانها من المعلومات اللي مش مشهوره عن الكيتانسرين، رغم انه فعال بنسبة 90% وآمن بنسبة 100%. تمام، الأدواء اللي بعد كده هما أوندان سيترون، جريني سيترون، وتروبي سيترون. الثلاثة دول مشهورين جدا لأنهم بيستخدموا على نطاق واسع. الثلاثة دول بيقفلوا الـ 5HT3 ريسبتور، وأنت أوريدي معاك استخدامهم من الحلقة اللي قبل اللي فاتت لما قلت لك الأوندان سيترون بيستخدم في النوزيا والفوميتنج اللي بيحصل بسبب الكانسر كيموثيرابي أو راديشن كيموثيرابي أو بيحصل نتيجة السيرجري أو البوست أوبريتيف نوزيا وفوميتنج. بيستخدم في علاج النوزيا والفوميتنج عند الناس اللي عندها ترجيع استمرار. تمام، في السيروتونين ريسبتور همنع النوزيا والفوميتنج دي. الاندان سيترون والجراني سيترون ليهم استخدام اوف ليبل في علاج المورنينج سيكنس اللي هي النوزيا والفوميتنج اللي بتحصل عند الحوامل، والهايبر ايميسيس في البريجنانسي. عادي يستخدموا في البريجنانسي لانهم كاتيجوري بي، بس ده مش مصرح بيه في الاف دي اي، علشان كده ده استخدام اوف ليبل. برضو الدوايين دول امن استخدامهم مع الاطفال، وقلت لكم المعلومه دي الحلقه اللي فاتت لما قلت لك ان الايميتريكس اللي هو السايكليزين خطر على الاطفال الاصغر من 6 سنين، وان الاندان سيترون يفضل استخدامه عنه. تمام، اشهر سايد افكت للادويه دي انهم بيزودوا خطوره الادويه اللي بتعمل كيو تي انترفال برولينجيشن لو اتاخدوا مع بعض. اخر دوايين سيروتونين انتاجونست معانا هما الالوسيترون والسيلانزيترون. الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم انهم بيقفلوا ال 5HT3 ريسبتور زي الثلاثة اللي قبلهم بالظبط، بس الاستخدام بتاعهم هو في الاريتابل باول سيندروم، بس المرة دي اللي مسحوب بدائرية مش كونستيبيشن زي اللي شفناهم في الاجونست، لان دول اصلا بيعملوا كونستيبيشن نتيجة لانهم بيقللوا الموتيليتي بتاعت الامعاء. الالوستريم بيستخدم او فعال بس مع الومن، انما السيلانسيترون فعال مع الاثنين، مع المين والومن. اشهر سايد افكت للالوستريم انه ليه سيريس لايف ثريتنج كومبليكيشن اوف كونستيبيشن، بيعمل اعراض خطيره جدا بسبب الكونستيبيشن اللي بيعملها. زي ايه؟ زي اسكيميك كولايتس، جفاف شديد جدا والتهاب في القولون، ممكن يؤدي الى اوبستراكشن، اي انسداد في الامعاء، وطبعا الاوبستراكشن ده خطر جدا. اما الكونستيبيشن اللي بيعملها السيلانسيترون بتبقى اقل خطوره، فبتبقى سيلف ليميتنج كونستيبيشن. تمام جدا، اتمنى تكون الحلقه كانت سهله عليكم واستوعبتوا كل كلمه اتقالت. هو كلام كتير شويه وملعبك، بس لما تذاكروا هتحس ان هو سهل جدا. وده كان كل شرح النهارده، وهنشوف معظم الادويه دي تاني قدام في الكلينيك ان شاء الله. تعالى بقى اشوف تركيزك كان عامل ايه دلوقتي. يلا بقى نشوف الاسئله. وكده خلصت حلقه النهارده. الحلقه اللي جايه هنتكلم عن مركبات اسمها ايرجوت الكالويد، ليها تاثير على كذا ريسبتور منهم السيروتونين. الايرجوت الكالويد الحلقه بتاعتهم سهله خالص باذن الله. واخر حاجه عايز اقولها، ممتاز جدا انك كملت والله، وربنا يعينك ويصبرك دايما. ما تنساش تحمل ملف الحلقه عشان تذاكر منه، ويا ريت لو عندك افكار حلوه تكتبها لنا في التعليقات. وشكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.